لما سألت مهيور في آخر زيارة لو تحب تقولي كلمة النهاردة في المؤتمر، قالت لي بس يعني أرجوكي قولي لهم إن إحنا قضية البنات مش منفصلة عن قضية الشباب، إحنا في الآخر كلنا خرجنا أهداف واحدة وكلنا متخدين على خلفيات قانون واحد، فرجاء عدم فصل القضايا عن بعضهم. وطلبت كمان مني ان انا اتكلم على المعاناه اللي بتعانيها الغريمات داخل السجون، وان لو هم كانوا يعني بيحاسبوا الناشطين على حلمهم ان هم حلموا ان يبقى فيها بلد فيها حريات، فطبعا على الاقل يعني الناس الغلابه تعرف تعيش. فاحنا لا في حريات ولا في حتى حد أدنى من الكرامة الإنسانية للإنسان إنه يعيش، في كمية سيدات موجودين في السجون بس مجرد إنهم كانوا بيحاولوا يجهزوا بناتهم إن هما يتجوزوا أو يحاولوا بس إن هما يعالجوا أزواجهم في المرض. فإحنا بنعاني يعني في بلد بيعاني من جميع أنواع الظلم، ظلم في إن هو يطلع يعترض على الحريات المسلوبة، أو ظلم اجتماعي بيواجه للمجتمع كله. مهيور كان عليها حكم بسنتين وتخفف لست شهور في اخر جلسه استئناف، ويعني الشيء الكوميدي ان احنا بنعتبر ان حكم ست شهور على حد بس خرج يتضمن مع قضيه كلنا يعني خرجنا على اجرها في 25 يناير قضيه خالد سعيد، ان احنا نعتبر ان حكم ست شهور ده نهايه محظوظه يعني نعتبرها من المحظوظين يعني. كمان مهيور طلبت مني ان انا اقدم استاذ محمود حجازي شقيق دكتوره سمر حجازي، هي سماح حجازي هي مسجونه معاها في نفس السجن في سجن الابعاد بدمنهور، فربيع بس نسمع قصه الدكتوره.